السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مايا من قناة وصفات سحرية مع مايا. النهاردة جايبة لكم ماسك روعة، وصفة طبيعية جميلة جدا جدا. وصفة أول ما هتحطيها على وجهك هتلاقي وجهك أبيض زي القمر. وصفة بتشيل تصبغات واسمرار السنين، بتسلخ الطبقة السمراء تماما، هتخليكي بيضة زي القشطة، حتى لو كان السواد والبقع عندك بقالها كتير ومش عارفة تتخلصي منها هتسلخ الطبقة السمراء تماما. عايزة أقولكم يا بنات إن الوصفة دي أنا جربتها بصراحة، صلي ذهول، اول ما حطيتها وغسلت وشي لقيت وشي افتح جدا جدا. ان شاء الله الوصفة هتعجبكم وهتدعولي عليها، واتمنى انكم انتوا تجربوها وتقولوا لي رايكم في الكومنتات. قبل ما ابدا وصفتي، لو اول مره تشوفوا قناتي ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك الاحمر وتفعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد. لايك للفيديو فضلا وليس امرا يا حبيبه قلبي. اول حاجه زي ما بقول في كل فيديو او قبل ما اعمل اي وصفه تفتيح لازم المقشر. ليه المقشر يا مايا؟ المقشر ده لازم مره واحده في الاسبوع المقشر، وكل وصفه ليها المقشر بتاعها. المقشر ده يا بنات هيفيدك في ان هو هيبدا ان هو يعمل تنظيف عميق للبشره، هيبدا يشيل الجلد الميت، هيبدا يعمل على فتح المسام، فبالتالي بيخلي الوصفه بتاعتك تجيب معاكي نتيجه فعاله من اول مره. المقشر بتاع الوصفه بتاعتي النهارده سهل جدا وبسيط. كل اللي احنا هنحتاجه في المقشر ده هو معلقه صغيره من السكر، واتمنى يكون سكر خشن. المقشر بتاع الوصفه دي مقشر قوي جدا جدا، بيسلخ الطبقه السمراء وبيشيل الجلد الميت. ومن اول استخدام هناخد نص معلقه من القهوه او البن، وهنخلطهم مع زي ما انتم شايفين مع السكر الخشن. معايا هنا زيت زيتون، تمام؟ ركزي معايا علشان طريقة استخدامك للمقشر لازم كمان تكون بطريقة صحيحة. هناخد زيت الزيتون بتاعنا، كمان المقشر ده كمان هيرطب لك بشرتك جدا عشان فيه زيت زيتون. بس عايزة اقول حاجة، الناس اللي بشرتها دهنية فقط هتستبدل الزيتون بالليمون، انما الناس اللي بشرتهم مختلطة او جافة هتعمل نفس اللي انا عملته بالظبط ده. هتبدأ ان انت تاخدي من المقشر بتاعك ده وعلى بشرة نظيفة، على بشرة نظيفة، تمام؟ وهتبدأي ان انت تاخدي منه وهتبدأي ان انت تفركي بالشكل ده بشرتك كويس جدا جدا. هتلاقي الجلد الميت بدأ يتشال معاكي، هتلاقي غلغلة فظيعة جدا جدا في بشرتك، وهتلاقي نتيجة حلوة قوي قوي وتقشير رهيب جدا جدا. هتعملي المقشر ده وهتعمليه بالشكل ده، وبعد كده بعد ما هتفضلي تدعكي في بشرتك بالمقشر وتقشريها كويس قوي هتبدأي تغسليه. لو هتعمليه قبل الوصفة على طول هتغسليه بالمية الدافية، وبعدين هنبدأ نعمل الوصفة اللي احنا هنعملها مع بعض دلوقتي. بعد كده هتعمليه مرة واحدة في الاسبوع، ومش لازم قبل الوصفة. لو هتعمليه مرة واحدة في الاسبوع ومن نفسه كده او لوحده، كل اللي انت هتعمليه معاه ان انت هتغسلي بالمية الباردة وبعدين تقفلي بالمية الساعة. تمام؟ يلا بينا بقى على الوصفة بتاعتي الأساسية الرهيبة اللي هتخلي بشرتك بيضة زي القشطة ومن أول استخدام. ومعايا هنا أول مكون معايا هنا، وده أساسي في الوصفة دي. عايزة أقولك إن احنا ملناش بدايل في الوصفة دي، الوصفة ديت قوية جدا وزي ما هي كده تعمليها. عايزة معلقة من الشاي الأخضر، وهنحطهم في مطحنة الخلاط. معلقة من الشاي الأخضر زي ما انتم شايفين بالشكل ده، مش الباكت، الشاي الأخضر السايب العادي جدا، لازم شاي أخضر. هناخد معلقة كبيرة وهنحطها في المطحنة، وهنبدأ ان احنا نعمل ايه؟ هنبدأ ان احنا نطحنها ناعم جدا جدا. طحنا الشاي الأخضر بتاعي بقى بودر زي ما انتم شايفين، وهي معلقة واحدة بس، انا مش عايزة غير معلقة كبيرة بس من الشاي الأخضر المطحون، تمام؟ هنيجي بقى لتاني مكون معايا، مكوناتك من بيتك، والله من بيتك، والمكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت. هنيجي بقى على المكون التاني وهو الأرز، الأرز المصري العادي جدا، الرز يا بنات. كل اللي احنا هنحتاجه هنحتاج برضو معلقة كبيرة من الأرز، وهنحطها في المطحنة، وهنبدأ ان احنا نطحنها برضو طحن جيد جدا وننعمها قوي. طحنا الرز اهو زي ما انتم شايفين بقى بودر، برضو هنرجع نحطه مع الشاي الأخضر زي ما انتم شايفين. تالت مكون معايا وهو
نص معلقه كبيره من النشا او الكورن فلاور. عايزه اقولك ان انتي تركزي في المقدار، معلقه ومعلقه، والنشا هيبقى نص معلقه كبيره، تمام. وهتقلبي المكونات الجافه زي ما انتي شايفه بالشكل ده. الوصفه دي على ضمانتي، واحلى حاجه في الوصفه دي يا بنات ركزوا معايا ان هي لجميع البشرات، حتى البشره الحساسه الوصفه دي هتنفع معاها. هنقلبهم بالشكل ده كويس قوي. هنبدأ نشوف هنعمل ايه او الخطوة التانية ايه. هتبدأي تجيبي طاسة او اي حاجة، انا دي مخصصاها عندي للوصفات الطبيعية، تمام. وهتبدأي ان انت تنقلي فيها المكونات الجافة زي ما انت شايفة بالشكل ده، تمام. هتبدأي تعملي ايه؟ هتبدأي تجيبي معايا هنا ماء ورد، هناخد بس من مية الورد معلقة كبيرة، معلقة كبيرة من مية الورد على المكونات دي. ومعايا هنا شوفي المقدار بقى، نص كوباية مية، نص كوباية مية على المكونات دي. وهنبدأ ان احنا نقلبهم بالشكل ده على اساس ان هما يدوبوا كويس قوي الاول، تمام. هتبدأي تاخدي المكون ده وهتبدأي ان انت ترفعيه عندك على نار هادية، بحيث ان انت تحسي ان المكون ده تقل معاكي بس ما تقلش قوي. يعني انا عايزاه هوريكي برضو القوام بتاعه، انت مش هتاخدي بس دقايق معدودة لما هتحطيه عندك على النار. بصوا يا بنات ركزي في القوام، بصي القوام بتاعه عامل ازاي. انا عايزاكي يبقى القوام بتاعه كده، يعني اول ما تحسي انه تقل اقفلي عليه النار على طول، لانك لو سبتيه على النار هتلاقيه بقى اتقل من كده، تمام. وهنبدا ان احنا ننقل المكونات بتاعتنا دي او الكريم الرهيب بتاعنا ده بالشكل ده في البوله او الطبق بتاعنا بالشكل ده، تمام. تمام هنبدا نعمل ايه او هنستخدم الوصفه دي ازاي. ركزي معايا كويس قوي في الحته دي، واوعي تكوني خرجتي من الفيديو، لان الحته دي مهمه قوي علشان الوصفه تنجح معاكي. اول حاجه واول نصيحه، اياكي انك تحطي الوصفه اول ما تنزليها من على النار وهي سخنه كده، تمام، لانها هتعمل على لسع وجهك، فبالتالي ممكن تعمل لك التهابات وبدل ما تفتح معاكي تسمر. لازم لما تبقى دافيه دافيه دفيان دمعه العين كده وتكون دافيه، دي اول حاجه. تاني حاجه، لازم تكون بشرتك نظيفه نظيفه نظيفه، ما تكونش فيها اي شوائب او اي كريم كنت حطاه او اي حاجه، دي تاني حاجه. تالت حاجة، هتاخدي من الوصفة دي وهتبدأي ان انتي تاخدي منها كده اهو، وهتيجي بالشكل ده كده، طبعا هي لسه سخنة بالشكل ده، وهتبدأي ان انتي تفرديها اهو، تفردي طبقة كويسة قوي قوي من الكريم ده على وجهك كله وتحت العين كمان، لانه بيشيل الماسك ده يا بنات بيشيل الهالات السوداء وبيفتح تحت العين جدا جدا، وبيشد الوجه على فكرة. ومش بس بيفتح ده، كمان لو عندك تجاعيد هيبدأ ان هو يشيلها. هتبدأي تدهني من الماسك ده طبقة كويسة قوي قوي، وبعد كده طبعا يكون في رقبتك وعلى ايديكي علشان التفتيح ما يبقاش في منطقة ومنطقة لا، فبالتالي يبقى الشكل مش كويس. هتبدأي ان انت تدهنيه بس لما يدفى خالص، مش وهو سخن كده، لما يكون دافي، وهتسيبيه لمدة نص ساعة كاملة لحد ما ينشف خالص ويجمد جدا على وجهك. بعد كده هتبدأي تغسلي وجهك كويس قوي بالمية الدافية الدافية مش السخنة، وبعد كده هتبدأي ان انت تغسلي وجهك تاني بالمية الباردة او الساقعة علشان تقفلي مسام بشرتك. طب يا مية هنعمل الماسك ده كل قد ايه؟ انت اللي هتحكمي، انت من اول ما هتستخدمي لما هتلاقي تفتيح رهيب منه، هتبدأي ان انت يومين في الاسبوع تبدأي ان انت تعمليه، هتلاقي كل مادة بشرتك بتفتحها اكتر من التانية، اكتر من المرة التانية. الوصفة تحفة يا بنات، ان شاء الله تكون عجبتكم، ان شاء الله تستفادوا منها. ما تنسونيش بالله عليكم في اللايك، اشوفكم على خير.